طبعا بعد الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية جلاكسي ليدر، شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالعجز، وأيضا انهارت معنويات جنودها العاملين في ما يسمى ما وراء البحار، وبالتالي هي كانت بحاجة لتغطية هذا العجز وأيضا لرفع معنويات جنودها، لذلك قامت باختلاق هذه القصة، وأنهم قد حققوا هدفهم بأن تمكنوا بتحرير تلك السفينة من يد الخاطفين، وطبعا من أجل الربط بينها وبين اليمن أو عمليات القوات المسلحة اليمنية، أدعوا بأن هناك صواريخ قد أطلقت على المدمرة الأمريكية ولكنها لم تصبها، حيث أنها سقطت في البحر على بعد 10 أميال، أي أكثر من 20 كيلو. طبعا الهدف هذا كما قلت، الهدف الأول هو التغطية على نعم عجزهم، اثنين رفع معنويات جنودهم، أيضا أظهر أن اليمن القوات المسلحة قد فشلت في السيطرة على تلك السفينة، وأن تلك الصواريخ لم تصد هدفها، بهدف ايش؟ اظهار حيز القوات المسلحه اليمنيين. ايضا هم ارادوا ان يغطوا ايضا على سقوطهم الاخلاقي فيما يتعلق بدعم جرائم الكيان الصهيوني في غزه، لذلك اظهار انفسهم والقوات الامريكيه بانها قد قامت بتحرير سفينه من يد الخاطفين، هذا يظهر امريكا في مثل هذه الظروف بمظهر إيجابي، لكن نحن نقول أن يعني هذه المسرحية هي أزلية ولم يجيدوا تمثيلها بالشكل الصحيح، أولا لأن موقع السفينة التي أدعوا اختطافها هي موقع غير مناسب لعمليات القوات المسلحة اليمنيين، أيضا يعرف الجميع أن يعني الصواريخ البالستية تعتمد على نظام تحديد المواقع الثابتة، وهذا بخلاف الصواريخ البحرية التي تعتمد على أنظمة تتبع حركة الهدف، وبالتالي يعني إذا كانت صواريخ بحرية فهي إما أن تصيب الهدف أو أن يتم اعتراضها، وبالتالي يعني حتى الأمريكيين لم يستطيعوا حباكة هذه القصة. نعم. هناك رواية أخرى طبعا للأمريكان، لكن أنا أريد أن الآن أن أخذ منك الخبر من عندك. أنت تنفي الآن مسؤولية الجماعة عن أي شيء يتعلق بهذه السفينة في خليج عدن. طبعا هذه يعني مجرد كما قلت قصة مختلقة نعم. للأهداف التي ذكرتها. نعم طبعا هناك خبر آخر الآن من صحيفة أمريكية نقلت عن البنتاغون قوله أنه ليس للحوثيين علاقة بهذا الاستهداف وإنما قراصنة صوماليين، قالت ذلك وتم السيطرة عليهم، لكن بعد ذلك قضية الصواريخ تجعلنا نسأل، هل هناك تنسيق مثلا مع جماعات مسلحة في الصومال مع جماعة الحوثي من أجل استهداف السفن الإسرائيلية؟ طبعا لا، ولاحظ أن الأمريكيين كما قلت لك لم يحبكوا القصة بشكل جيد، نعم. يعني هم كانوا يريدون أن يظهروا أنهم قد قاموا بعمل بطولي وأيضا يبرروا تواجد قواتهم تحت أهداف أخلاقية وليس تحت أهداف لا أخلاقية، بمنعهم القوات المسلحة اليمنية التي تؤدي دور أخلاقي، لذلك هم يعني احتاروا هل فقط يكتفوا بقضية عمل إنساني بإنقاذ سفينة واتهام قراصنة صوماليين، لكن لا يعني أخطأوا خطأ ثاني، أنهم أرادوا إيش؟ أن يظهروا عجز القوات المسلحة اليمنية، لذلك أدعوا بأن هناك صاروخان تم إطلاقهما من اليمن باتجاه تلك المدمرة التي قامت بعملية الإنقاذ. نعم. لذلك يعني محاولاتهم لتحقيق أكثر من هدف من خلال إطلاق حادثة واحدة جعلهم في موقع التناقض، وبالتالي فقطوا أنفسهم بأنفسهم.